زرتوا شمال لبنان من قبل، زرتوا طرابلس وعكار، شو الأفكار اللي الناس بتقولها عن هيدي المنطقة؟ الأكثر فقراً، الأقل تعليماً؟ بحب خبركم أنه الصورة مختلفة، وأنه في كتير شباب بدهم يتعلموا وعم يتعلموا وعم يخلقوا مشاريع ليغيروا بالواقع اللي موجود حواليهم. سراج هي مساحة اجتماعية بتستقبل الشباب ليشتغلوا مع بعض، ليدرسوا مع بعض، ليفكروا سوا كيفيهم يغيروا بالمجتمع. هن بيستفادوا من وجود المساحة، بيلتقوا مع بعض، بيستفادوا من خدمات نحن بنقدمها لنقدر نساعدهم أكثر، ليفكروا بطريقة ابتكارية أكثر، ليخلقوا تغيير بالمجتمع ويحاربوا شوي الصورة النمطية إنه الشاب هو بالنهاية بده يترك وبده يسافر وبس بفكر بمصلحته الخاصة. أنا بدعيكم إنه تكونوا جزء من التغيير وتزورونا، كتير حتحبوا لسبيس وتكونوا جزء معنا من هيدي الكوميونتي أو هيدا المجتمع اللي عم بحاول يعمل شيء مختلف.